نرجع بعد كده للقرنفل. فاكرين القرنفل؟ ادي القرنفل اهو، اهو القرنفل اهو يا جماعه، ركزوا. القرنفل اهو، القرنفل ده قلت لكم ده اقوى مضاد على الارض، اقوى مضاد. وده لو انت اسنانك بتوجعك فص قرنفل يمين وشمال. فالقرنفل ده اهو، والقرنفل ده عندك باستمرار، معلقه قرنفل وراكنه في الحوض، سناني بتوجعني، بق من ده هي معلقه قرنفل في كوبايه ميه، معلقه قرنفل صغيره في كوبايه ميه، بتمضمض منها بتريح الام السنان جدا. ولو ما غطيتوش، القرنفل قاتل للفطريات والميكروبات، انا عملت عليه تحاليل كثيره جدا، لا ينمو في القرنفل الميكروب ولا فطر ولا عفن ولا اي حاجه، انما تغطيه افضل. لكن هو لو سبته، لان في بعض الاشياء لو سبت العرقسوس مثلا، العرقسوس لو حطيته مكشوف، العرقسوس ده فيه ماده سكريه جلايكوزايدز، فلو انت سبته مكشوف هيتخمر ويتعفن، سامعني؟ لكن القرنفل لا، خلاص. يبقى مهم جدا القرنفل ده من اقوى المضادات الحيويه على الاطلاق، مضمضه دهان، بس الشرب ما يزيدش عن يعني معلقه في اليوم، والا يعمل لك هبوط في الضغط. انا بنصح الناس مثلا عندها التهابات في الانف قطرات قرنفل، عندها التهابات في اللثه والاسنان تتمضمض كل ساعتين بق صغير، معلقه صغيره، معلقه صغيره تتمضمض وتغرغر، يقضي على التهابات في اللوز، التهابات الاسنان، التهابات اللسان، اظن نعم، ويحسن رائحة الفم. الناس ما بتلجأش إلى القرنفل إلا في الآلام الشديدة جدا، والقرنفل ينفع يعالج آلام السنان واللثة والأسنان والحلق مضمضة، وينفع يعالج التهابات اللي من بره، وينفع يعالج التهابات الرحم، الإفرازات اللي ملهاش علاج أبدا ده بيعالج. خمس فصوص قرنفل من 5 لـ10 في ربع كوباية ماء، بتنقعهم من بالليل الصبح وتشربهم كل يوم على الريق. ينفع القرنفل مضمضة، وينفع شرب لا تزيد عن 5 فصوص، وينفع غسول طهور مطهر. لما بطهر الجرح بالقرنفل احسن من الديتول واحسن من كل المطهرات الموجوده في السوق، لان ده ما بيقتلش خلايا الجسم ولا بيخلي الجسم يحصل ريتراكشن. فخلي بالك من الكنز اللي ربنا اداهولنا ده، وما بيعملناش اميون سبريسور، لا ده بيقتل الخلايا الميكروبيه ويجدد الخلايا الطبيعيه. بنتكلم بعد كده على المر والقرفه ولبان الذكر.